نهني سمو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهذه مناسبة غالية علينا وعلى الوطن جميعا، ونتمنى أن الله ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، وكل عام والوطن بخير. الوطن هو الانتماء، هو الفخر، هو هويتي. مناسبة اليوم الوطني 91 نهني الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي كافة. طبعا الوطن يعني بالطبع يعني لنا كل شيء، وكل عام والوطن والشعب السعودي إن شاء الله خير. الوطن هو جزء لا يتجزأ مني، وأحب أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأهني الشعب عامة. أول شيء أهني الملك سلمان على مرور الوطن ب 91 عام، وهي لنا دار. بالنسبة لليوم الوطني أنا يعني صراحة أنتظر هذا اليوم الجميل علشان أستغل اليوم هذا، يعني في تمشيات مع عيالي، أطلع لكل مكان، ما راح أخلي ولا مكان يفوتني. بروح عند ذا الحديقة بلعب كورة، بشوف الطراطيع، وبحتفل مع الناس باليوم الوطني وبالتباعد بإذن الله. والله أحب أزور الأماكن اللي فيها تجمع وفيها احتفالات زي المولات وزي الساحات العامة. هي قدمت التبريكات والتهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب الكريم السعودي. وبالنسبة للأماكن، الأماكن اللي فيها احتفالات، الأماكن اللي فيها مناسبات وطنية لابد زيارتها، ولابد أن بالعكس نحتفل في اليوم الوطني ونحتفل مع الأخوان الشعب السعودي الكريم. شيء حب أهني الملك ولي عهده على 91 عام، إن شاء الله مزيد المزيد، والله يديم الأمن والاستقرار على بلادنا. والأماكن اللي بزورها صراحة ما فيها لا بالنارية، فعاليات بالرياض كثيرة، فما الواحد ما يقدر يختار، اليوم تختار بكرة تغير رأيك.